كلمة الآن لمعالي السيد طارق الملاء وزير البترول والثروة المعدنية لجمهورية مصر العربية، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة السيد الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو رؤساء الوفود، السيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي في مستهل كلمتي أن أنقل لفخامة السيد الرئيس عبد المجيد تبون تحية أخيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وتمنياته لسيادتكم بالتوفيق والنجاح لأعمال القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز. كما أتقدم بخالص الشكر للأشقاء بالجزائر على حفاوة الاستقبال وعلى الجهود الثمينة لاستضافة وإنجاح هذا الحدث المهم. حرصاً على تعزيز ودفع التعاون المشترك بين الدول الأعضاء بالمنتدى لتحقيق الاستفادة المثلى من موارد الغاز الطبيعي. أصحاب الجلالة والفخامة والمعالي، تنعقد القمة السابعة للمنتدى في وقت بالغ الدقة تزداد فيه جسامة التحديات التي يشهدها العالم، مما يحتم علينا توحيد الرؤى وتضافر الجهود تحت مظلة منتدى الدول المصدرة للغاز، بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة للمنظمة، إذ أن مواجهة التحديات والعقبات تحتاج إلى كثير من العمل بين مختلف الأطراف للوصول إلى نتائج مهمة وفعالة لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة. وعلى الرغم مما مر به قطاع الطاقة من تحديات، فقد شهد الطلب العالمي على الغاز الطبيعي نمواً ملحوظاً، وتعاظم الاهتمام به كوقود حضري نظيف ومنخفض الانبعاثات يلبي الاحتياجات العالمية المتزايدة من الطاقة اللازمة لدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب المساهمة في الحفاظ على البيئة. وتشير معظم توقعات الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بشؤون الطاقة إلى أن الوقود الأحفوري ولا سيما الغاز الطبيعي سيظل مصدراً رئيسياً ضمن مزيج الطاقة العالمي لعقود عديدة جنباً إلى جنب مع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث يمتلك الغاز الطبيعي فرصاً واعدة للتوسع في استخداماته في مختلف المجالات التي تسهم في تعظيم القيمة المضافة. فخامة الرئيس، أصحاب الجلالة والمعالي، السادة الحضور الكريم، يشهد العالم تحولاً هائلاً في مجال الطاقة سعياً لوضع حل جذري لتحدي تغير المناخ، والذي يتطلب من المجتمع الدولي اتباع نهج تعاوني على مختلف المستويات الإقليمية والعالمية لتعزيز القدرة على ضمان التنمية المستدامة المتوافقة مع البيئة، وتنويع مسارات وخطط الانتقال الطاقي وفقاً لظروف واحتياجات كل دولة، انطلاقاً من مبدأ الانتقال العادل والمسؤوليات المشتركة متباينة الأعباء. الأمر الذي يعكس استمرار الحاجة لجميع مصادر الطاقة في المستقبل لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، بما يستلزم تأمين الاستثمارات اللازمة لضمان أمن الطاقة والقدرة على تحمل تكاليفها وتعزيز النمو الاقتصادي العالمي المستدام لعقود قادمة. ومن هذا المنطلق، فقد بادر قطاع الطاقة المصري بتبني رؤية وخطة عمل طموحة للتحول إلى مصادر منخفضة الانبعاثات وإزالة الكربون وفقاً للمحاور الرئيسية التي تشمل إصلاح دعم الطاقة وتحسين كفاءة استهلاكها وخفض الانبعاثات الكربونية للبترول والغاز، واستخدام الغاز الطبيعي منخفض الكربون كمكمل للطاقة المتجددة، والتوسع في إنتاج الطاقة الجديدة والبتروكيماويات الخضراء والهيدروجين. وانطلاقاً من إيماننا الراسخ بأن صناعة البترول والغاز هي جزء رئيسي من الحلول العالمية لمواجهة التغير المناخي، فقد نجحت مصر خلال كوب 27 بشرم الشيخ في تأسيس منهج جديد لتعزيز دور الصناعة، صناعة البترول والغاز كجزء من الحل لقضية تغير المناخ، مما ساهم في تغير نظرة المنظمات العالمية المعنية بالمناخ لقضية تغير المناخ لصناعة الطاقة بمختلف مواردها،
وقد واصل مؤتمر كوب 28 والذي تم عقده بدولة الإمارات العربية الشقيقة البناء على تلك المكتسبات، ومن أهمها تفعيل صندوق الخسائر والأضرار والذي تم الإعلان عنه في قمة شرم الشيخ، وبرنامج العمل حول الانتقال العادل للطاقة من خلال إدراج صيغة للتحول عن استخدام الوقود الأحفوري بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة لتحقيق هدف صفر انبعاثات، إلى جانب برنامج العمل حول خفض الانبعاثات. وأود التأكيد على أن نجاح جهود التحول الطاقي والانتقال إلى مصادر منخفضة الكربون مرهون بتوافر التمويل المناسب، سواء من حيث أدواته وآلياته أو مصادره وحجمه وتيسير النفاذ إليه، إلى جانب توفير التكنولوجيات اللازمة. ويقودنا هذا إلى ضرورة صياغة رؤية مشتركة على مختلف المستويات الإقليمية والعالمية لضمان قدرة الدول النامية على الالتزام بمسؤوليات وتعهدات التحول الطاقي، وكذلك ضمان التزام الدول المتقدمة ومؤسسات التمويل الدولية بتنفيذ التعهدات التي قطعتها على نفسها لصالح قطاع الطاقة والمناخ. ومن هنا يبرز دور منتدى الدول المصدرة للغاز كمنصة مهمة لتعزيز سبل التعاون بين الدول الأعضاء في مختلف أنشطة سلسلة القيمة لصناعة الغاز الطبيعي كمورد أساسي للتنمية الشاملة والمستدامة، فضلاً عن إيجاد الحلول التكنولوجية الفعالة والمبتكرة، ولا سيما من خلال معهد أبحاث الغاز التابع للمنتدى والذي تم تدشينه أول أمس بالجزائر بهدف تحفيز التعاون العلمي في مجال البحث والابتكار من خلال المشروعات ذات الاهتمام المشترك من أجل مواصلة تطوير صناعة الغاز الطبيعي بما يعزز من مكانة الغاز الطبيعي في عملية الانتقال نحو الطاقات المتجددة. وفي هذا الإطار أجدد تأكيد مصر وحرصها الدائم على العمل بشكل وثيق مع جميع الدول الأعضاء بالمنتدى لتطوير حلول وشراكات جديدة نحو مستقبل طاقة آمن ومستدام، وأنني على يقين أنه من خلال التكامل والتوافق بين دول المنتدى من حيث الرؤى والخطط وتوفير التكنولوجيات ومصادر التمويل اللازمة سننجح في توفير موارد الغاز الطبيعي بطرق أكثر مسؤولية وبتأثيرات أقل على المناخ. وأنني أتطلع في إطار المنتدى إلى مناقشة قضايا التحول الطاقي وخفض الانبعاثات بما يتواكب مع التغيرات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة، وكذلك العمل سوياً على مبادرات مشتركة بما يضمن انتقال طاقي عادل شامل وواقعي واستفادة جميع الدول من مواردها الطبيعية. فخامة الرئيس، أصحاب الجلالة والمعالي والسمو، إن التغلب على التحديات التي تواجه عالمنا اليوم يتطلب إرادة سياسية وتعاوناً إقليمياً ودولياً من منطلق تشارك المصالح ووحدة الغايات، ولا سيما بين مجموعة دولنا التي تمتلك موارد وثروات طبيعية ضخمة وطموحات كبيرة وقدرات بشرية، بالإضافة إلى القدرة في التأثير على مستقبل الطاقة العالمي بما يحقق تطلعات شعوبنا وطموحاتها نحو مستقبل أفضل، وذلك من خلال وضع الآليات اللازمة لترجمة الرغبات والطموحات إلى برامج عمل يمكن تحقيقها على أرض الواقع بما يحقق التوازن والمصالح المشتركة بين جميع الأطراف من منتجين ومستهلكين. وفي الختام أود أن أؤكد على أن رسالة مصر اليوم تأتي في شكل دعوة للعمل لمصلحة الإنسانية، للسعي لاستغلال إمكاناتنا وثرواتنا لنشر السلام وتعزيز التعاون والتفاهم المشترك ولتحقيق التنمية المستدامة لما فيه مصلحة المجتمع الدولي، وأنني على ثقة في مساهمة هذا المحفل في المزيد من التعاون بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات المرتبطة بصناعة الغاز الطبيعي. وأخيراً أتقدم بخالص الشكر والتقدير لفخامة السيد الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على الحفاوة والاستقبال وكرم الضيافة، وهو الأمر الذي ليس بغريب على الشعب الجزائري الشقيق، كما توجه بالشكر لكل القائمين على الإعداد والتنظيم للقمة على ما بذلوه من جهود، متمنياً أن نشهد قمة ناجحة ومثمرة تسفر عن نتائج طيبة تلبي تطلعاتنا وطموحاتنا جميعاً نحو مستقبل طاقة مستدام. وفقنا الله جميعاً لما فيه الخير لكل شعوبنا
وأشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.